محمد عباس كنت أزبط بكتير من أول مرة، أول بيرفورمانس يعني هالمرة أزبط من هذيك المرة. البرزانس تبعك بحبها أنك مرتاح على المسرح، عندك كنترول على حالك ورسم البسمة عوجك، وهذا الشيء كمان أنا بطلبه ومنحبه وبيأثر فينا كتير، بس خوفك كمان أكلك. عربك حلوين راكد على الإيقاع، ما في ثبات، منك ثابت، بس أزبط من أول مرة، ما رح فوت بالتفاصيل أكثر من هيك. عارف شو مشكلتك، أنت عم تسمع عم تزبي راسك، حسيت حالك عم تستوعب، عارف شو غلطك، which is هذا اللي بدنا إياه، واحد يعرف غلطه دغري بيصلحه. أما